اهلا وسهلا فيكم من جديد. هناك هواجس عديده بتواجه طلابنا لما بدهم تحديدا يتخرجوا من الجامعات، بيكون مش عارف ايش بده التخصص هو اللي يشتغل فيه، ان كان كمان كيفيه تقديم السي في. في بعض الاشخاص بيقول لك للاسف فقدت وظيفتي لانه السي في تبعي لما كنت كاتبه ما كان مناسب. راح تكون معنا اليوم نوره الخلايله، راح تحكي لنا اكثر كيفيه الكتابه بالسي في وكيفيه اختيار الوظائف المناسبه لنا ومناسبه ايضا لتخصصاتنا. خلينا نرحب فيها. اهلا وسهلا فيك وصباح الخير. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. يعني هالموضوع كثير مهم وانا بدي اشكرك يعني لانك موجوده معنا حتى نحكي في هذا الموضوع، لانه بشكل ارق لكثير من طلاب الخريجين بهاي الفتره، خصوصا احنا يعني دائما نهاية كل سنة بيكون في عنا دفعة، وللأسف في دفعات يعني سابقة. هلأ فكرة الطالب، يعني بدنا نشوف هون وين الإشكالية. فكرة الطالب هو بيدرس بتتعارض مع الواقع، يعني نحكي شوية عن السبب ما بين هاي المفارقة بين فكرته عن مجال العمل والواقع للأسف اللي بينصدم فيه بعد التخرج. هلأ كتير في فرق، بيكون في صورة نمطية هو مكونها عن طبيعة الوظيفة، برضه المسؤوليات، ما بيكون عارف قديش هو ممكن يتعرض لمسؤوليات نحن ما بنكون تعرضنا لإلها من قبل. بيكون في عنا هلأ هدف، وصار في عنا تارجت لازم نوصل له، وفي بيكون منتظر منه صاحب العمل إشي نوصل له بالآخر. هذا الاشي كلياته ما بنكون عاملين حسابه بالبدايه، بنكون مثلا يمكن بانين صوره نمطيه عن انه بتخرج واسطه بتوظف وبينتهي الموضوع مع انه هذا الاشي غير. يعني كل شخص بيتعب على حاله بيوصل بالاخير لنتيجه، يعني ممكن باختيارنا برضه لتخصصنا في ناس بتدور مثلا شو المطلوب بسوق العمل. انا من الناس اللي لا بشجع انه انت تختار الاشي اللي انت بتبدع فيه شو ما كان المجال، طالما انت عندك ثقة بأنه هذا المجال هو مجالك رح تبدع فيه ورح تكون ناجح أكيد. ورح تقدر تلاقي وظيفة، لأنه محبتك لهذا التخصص بخليك تدور أكثر على فرصة تركض تثبت حالك فيه، بدك تثبت للمحيطين فيك أنه أنا اختياري كان صح. بس طول ما أنت دخلت شغلة لا اختيار شخص ثاني أو حدا حكالك أنه هذا أفضل أو رح تلاقي فيه نفسك، بس هو ما كان اختيارك، انت ما راح يكون عندك هم انه انت تثبت حالك انه صح انه هذا الاختيار الصحيح. استاذه نوره، ما بعض المشاكل بتواجه طلابنا انهم ما اشتغلوا اثناء الدراسه او اثناء تواجدهم بالجامعه. هلا انا مع انك تشتغل وتدرس تحديدا بالجامعه، ممكن تداوم اثنين اربع، ممكن تداوم حتى ثلاثه خميس، ما راح ياثر على تحصيلك الدراسي من خلال عملك. قد ايه مهم انه لما نكتب السي في يكون عندنا خبره من خلال هدول اربع سنين، انه والله كنت انا اشتغل قبل الجامعه ولما تخرجت معي خبره بمجال معين ومكان معين. ونتمنى دائما احنا من الشركات انه تعطي فرص للطلاب اللي بكونوا بدرسوا بالجامعات انهم يشتغلوا فيها، حتى اذا انت شفته مناسب يكمل معك. ما نقطع يعني التطبيقي او تطبيق دراستهم من خلال هذه الشركات. شوفي هلا لما نجي فعليا في كثير شركات ما عندها مشكله انه يكون الشخص بيكمل دراسته، بيكون الموضوع عادي، بس نحن كطلاب بتحسي انه ما في بيقعد يحكي لك انا كيف بدي هلا اقدم على شغل او اشتغل وادرس، الموضوع رح يكون صعب علي. ما عندنا ثقه انه نحن تنظيم الوقت رح نقدر نعمل شيء، بنضلنا نحن خايفين انه لا كيف بدي اقدم امتحانات، لا الشركات ما رح ترضى. لما نروح نشوفهم على ارض الواقع بنلاقيهم لا عادي كثير، انه في كثير ناس كملت وهي بتدرس. برضه ما في عندنا استغلال للعطل، يعني العطلة عنا بتكون كلياتها عطلة وخلص، ما في ولا أي شيء تاني. راحة واستجمام. أيوة راحة واستجمام، خلصنا امتحانات وخلص. مع إنه فعلياً الأصل لو نحن استغليناها في كتير مصانع أو أماكن شغل ما بتمنعك إنه أنت تيجي هذا الشهر، لأنه ما بيكون في عندهم ببعض الأماكن بالشغل مش مهم الاستمرارية. صح. يعني خلاصية لو تحديداً. بالضبط، يعني أنا بعرف كتير ناس اشتغلت بفترة دراستها بالعطل كانت تستثمر وقتها. كتير بيأثر على شخصيتك، يمكن انت هاي الوظائف اللي انت شغلتها ما تكتبها بالسي في، صحيح، بس بتأثر على شخصيتك، بتأثر على تعاملك مع الناس، قد ايه انت بتعرف تتعامل مع المدير مع زملاء العمل. لانه في شغله برضه نحن كتير الطلاب بيستغربوها لما يدخلوا على سوق العمل، كل علاقاتنا من قبل كانت مبنيه على المعارف، اصدقاء، علاقات مشتركه، مصالح مشتركه، ما كان في تنافسيه. صح. بس انت بجو الشغل مختلف تماما، انت في تنافس، في بدك تثبت حالك. ممكن يكون صديقك بالجامعه وتكون انت وياه اصدقاء، بس لما تفوت على الشغل كثير كثير فرق، بتصير نوع العلاقه منافسين لبعض. طبعا بتصير يعني، فانت بتصطدم انه هذا مثلا صديق او شغله، بس لانه جو الشغل غير. نحن ما بنكون مدركين لقد ايه بيئه العمل مختلفه عن عن الحياه الشخصيه او حتى عن الدراسه كلياتها. فهي شغله بحسب بتشكل عائق يمكن عند الطلاب او صدمه بالاول، بيصير مش عارف كيف بده يتصرف. فهو لو خاض هاي التجربه بعيد عن تخصصه بمجالات عاديه بتعطيه
قوه شخصيه وفهم اكثر لبيئه العمل بالضبط لحتى انه يواجه اي شيء طارئ في المستقبل بصدر رحب، لكن عارف شو ممكن يصير بالضبط، فبكون في عنده توقعات في المستقبل. هلا سؤال لك، يعني كلنا اول ما تخرجنا من الجامعه بدنا نكتب سي في قوي. هلا السي في بناء على دورات اخذنا او اشتغلنا زي ما قالت كاتب، ممكن يكون في ناس عم بيشتغلوا وشهاده الجامعه اوريدي هي التحصيل الاكاديمي. بدنا نحكي كيف ممكن نكتب هذا السي في وشو هي الاخطاء اللي لازم نتجنبها من خلال كتابتنا للسي في. هلا اول غلطه الكل بيمشي فيها انه نفس السي في ببعته لكل الشركات. هاي اول غلطه. لانه نفس الشيء او مثلا بيكون حاطط حتى بالايميل كل الشركات اللي بده يبعث لها.